اهلا بيكم، منورين دايما معايا هنا في اليوتيوب في الفيديو التاني بتاع النهارده. ان شاء الله دايما نكون متواصلين مع بعض وبنتكلم وبنحكي في قصص وموضوعات كتير تتعلق بكل شيء. الكوره بقى واوا منها مثلا الموقف اللي ما اعتقدش ان انا ممكن اشوفه في يوم من الايام في الدوري المصري، وهو بكاء كلوب بعد يورجن كلوب بعد الخسارة من ليستر سيتي، وسؤاله في المؤتمر الصحفي عن فرصه في الفرص ليفربول في الدوري. بكى وهو بيتحسر على ما حدث، وبكى وهو يعلن أنه لن يكون ليفربول بطل للدوري الانجليزي. يورجن كلوب الماني بيدرب فين؟ في الدوري الانجليزي، لكنه بكى ليه؟ عشان فريقه الانجليزي اللي هو يعني اسمه انجليزي وكله اجانب، يعني بكى عندما تيقن ان فرصه بالحصول على الدوري انتهت. امتى هشوف حد من مدربين مصر اجانب او مصريين يبكون في الدوري او في مؤتمرات صحفية على الهواء بسبب خذلانهم الجماهير؟ امتى نشوف الموضوع ده؟ احنا ما بنشوفوش في اللعيبة الا النادر، هنشوف في المدربين. في فرق بين بكاء الكابتن طارق يحيى مثلا على بعد الضغط والهجوم اللي توصل ليه وبعدين ما فاز، حس يعني بغص في النفس كده في بكى، لكن ده يبكي ندما، يبكي يورجن كلوب بيبكي ندما على خسارة الدوري، ويعلن قبل تقريبا 12 أو 13 أسبوع أنه لا علاقة لليفربول بهذا الموسم بالدوري. خلي بالكو ليفربول خد الموسم اللي فات موسم قلب كورونا زي ما بيقولوا، بعد ما عاد الدوري مرة أخرى وبعد غياب 30 سنة. الموسم اللي بعده على طول حامل اللقب قبل تقريبا 12 أسبوع يستسلم، ويبكي مديره الفني. فاهمين؟ يبكي. امتى بقى هشوفه في مصر حد يبكي على خسارة بطولة وحزنا على فريقه وحزنا على جماهير فريقه؟ ما اعرفش مين اللي هيعمل، وما اعتقدش ان في حد هيعمل، لا مصري ولا اجنبي. طيب ايه اللي نتكلم فيه تاني؟ هنتكلم عن النادي الاهلي عنده هوس الانتخابات. النادي الاهلي دلوقتي والكابتن محمود الخطيب مهتم قوي بموضوع الانتخابات، وفي اموال دخلت النادي. المهم يعني الزمالك بيدور على الفلوس والاهلي بيجي له الفلوس. المهم هيتحول له او تم هيبقى في خلال ايام محول ليه ب 2.5 مليون دولار قيمه المركز الثالث في كاس العالم للانديه، وتحول له 200 الف دولار من صفقة أزارو. الاتفاق السعودي كانت ب 800 ألف، دفع 400 ألف في الأول وبعدين جه دلوقتي 200 ألف وال 200 ألف في نهاية الموسم. السعودي مش لازم المصري، تمام؟ بيعوا بالتقسيط زي أي حد بيبيع التقسيط، يعني مش دي حاجة وحشة. يعني القيمة بقى إيه؟ صحيح كان في 10 مليون دولار هيجوا في أزارو لدوري الصيني، لكن الخوف إنه يكون هيجي يلعب في بيراميدز خلى النادي الاهلي يبيعه ب 800 الف دولار. يعني دي طبعا لو بتدور على المخالفات، اذ ربما تكون مخالفه يعني. المهم فالنادي الاهلي بيجمع فلوس، وبدا موسيماني بيضغط على موضوع انا عاوز مهاجم وعاوزه من بدري عشان ما يبقاش غالي زي ما حصل مع سيرينيو، فعاوز لاعب بدري عشان ايه؟ مش بدري بنون ولا حسام بدري، بدري عشان يعني باكرا. ليه؟ عشان ما يبقاش غالي. وبعدين انتوا معاكم فلوس، يعني احنا الاهلي معاه لسه جاي، وهنا اكيد في هنا وهنا وهنا. ف
قالوا لهم حاضر وبتاع، ومفيش يعني رد قوي واصيل على الموضوع بتاع موسيماني. الكلام طبعا متداول جاي لنا وبتاع ان النادي الاهلي بيفكر بالفعل في مهاجم وبيدوروا على مهاجم، وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده هيقولوا لمروان محسن اذ نشكركم وممكن يبقى جاي كمان ممكن نشكركم. طيب فبالتالي محتاجين مهاجمين وده امر طبيعي، لكن الحقيقه ان ليه النادي الاهلي مش عاوز يدفع فلوس دلوقتي ممكن يدفع بعد نهايه الموسم ليه؟ لانه في ميزانيه لازم تتعمل، الميزانيه دي هي اهم ميزانيه في فتره الكابتن محمود الخطيب. ليه؟ عشان دي اللي هتتعرض على الجمعيه العموميه قبل الانتخابات، لان ده احنا في موسم الانتخابات. موسم الانتخابات بيقول لنا بيوجهنا على انه لازم الميزانيه بتاعت النادي الاهلي تبقى اكبر ميزانيه في العالم وفيها فائض مالي عشان الجمعيه العموميه تعرف قيمه مجلس الكابتن محمود الخطيب والحاجات دي. فهم مش عايزين يشتروا اي حد دلوقتي نهائي الا في حاله انه عملوا الميزانيه وثبتوا فيها الفائض المالي الموجود، وده امر طبيعي على فكره وما يزعلش يعني لاي حد، لانه الراجل برضه لازم يبحث عن مصلحته ومصلحه الجمعيه العموميه واعضاء النادي اللي بينتخبوه. جمهور النادي الاهلي بيحب الكابتن خطيب، بيعشق الكابتن خطيب، لكن لا ينتخب الكابتن خطيب. يعني الانتخابات دي اعضاء بقى النادي زملكاويه اهلاويه اسماعيلاويه ايا كان هم اللي بينتخبوا الكابتن محمود خطيب او غيره من الناس. فهو ده الموضوع وده الاتجاه، عشان كده الراجل مش عاوز يجيب مدير فني دلوقتي عشان الهوس بتاع فائض الميزانيه. طب انا عاوز اقول لكم معلومه ويمكن يعني تتحقق بنسبة كبيرة، هي معلومة مع ذلك يمكن هقول لكم هتفهموني. الدولة المصرية موقفة حتى هذه اللحظة إجراء جمعيات عمومية في الأندية الرياضية حتى 1/7. حلو؟ حلو. والنهاردة رئيس الوزراء قرر إنه إلغاء تأجيل مسابقات الناشئين حتى 1 ابريل، شهر ونص تقريبا متأجل كمان. ليه؟ عشان كورونا وظروف كورونا. طيب ماذا لو استمرت كورونا؟ الدولة هتعمل ايه في الانتخابات؟ ده سؤال مهم جدا اكيد البعض بيسأله والبعض بيتكلم فيه سرا او علانية. الدولة هتعمل ايه في اجراء الانتخابات، خصوصا ان القانون المصري بيقول ان الانتخابات تجرى من 1/7 ل 31/10، ده حسب ما انا متذكر يعني. في الاربع اشهر دول المفروض الانتخابات تجرى، طب ماذا لو لم تجرى الانتخابات في خلال هذه الاربع اشهر؟ ما يبقاش في انتخابات. طب السؤال، ما يبقاش في انتخابات بقرار مين؟ المفروض المده دي انتهت، اللجنه الجمعيه البطوله الاولمبيه اتلعبت، وبالتالي كل هؤلاء يجي يلعبوا يعملوا انتخابات جديده. لو جه يوم 30/6 او ما قبل يوم 30/6 اللي هو المفروض هيكون فيه انه من حق الجمعيات العموميه تجتمع، وطلع قرار جديد من الدوله المصريه بانه يتم تاجيل اي جمعيه عموميه حتى مثلا 1/1/2022، وقتها الكابتن محمود الخطيب مش هيبقى مهتم خالص ونهائيا بموضوع ايه؟ الانتخابات، لانه هيبقى قاعد سنه كمان. هيقعد سنه وحد، يعني الانتخابات بتجرى من 1/7 ل 31/10. لو جت الدوله يوم 15/6 وقالت لسه مدت منع الجمعيات العموميه للانديه والاتحادات حتى يوم 1/1 بعد 6 شهور، فمعناها ان الكابتن الخطيب وكل رؤساء الاتحادات وكل رؤساء الانديه هيتنوم قاعدين سنة وثلاثة أشهر زيادة بقوة القانون. مفيش انتخابات، مفيش انتخابات، وبالتالي هم اللي يقعدوا. فكابتن خطيب ممكن يقعد. طيب ايه اللي هيحصل في الزمالك؟ سؤال صعب قوي. اللجنة الثلاثية هتستمر برضو لمدة سنة وكام شهر.
طب امتى هنعرف؟ على ابريل مايو هتكون الاشارات وضحت. اولا هنشوف كورونا والاصابات فيها بتعلى بتقل بتبعد وهكذا، تمام؟ فكل الامور اللي من النوع ده هتبين لنا يعني خلال شهرين او ثلاثة يعني. لكن المفاجأة بقى انه خلال الفترة دي ممكن تلاقي حاجة تانية حصلت في نادي الزمالك. نادي الزمالك مرفوع قضايا ضد اللوائح اللي كانت معمولة سواء 2017 او 2019 الاثنين، سواء اللي كان فيها اتنين نواب او فيهم واحد نائب. اللي كان نجح فيها هاني العتال وعبد الله جورج مرفوع ضدها، واللي نجح فيها اشرف زكي مرفوع ضدها. طيب لو الاثنين قبل القضايا بتاعتهم الزمالك يبقى راجع لايه؟ ايوه يرجع للاسترشاديه. معنى العوده للاسترشاديه وفي حاله ان مفيش اجراء انتخابات عشان كورونا يعين مجلس اداره جديد. امتى هيبان ده؟ برضه خلال شهرين. خلال شهرين ممكن الزمالك اللجنه الثلاثيه اللي موجوده دي تمشي ويجي مجلس اداره في حاله انه اللائحتين تم رفضهم في مركز التسويه في القضايا المرفوعه عليهم. ان حدث هذا الامر فمعناها على طول العوده الى اللائحه الاسترشاديه. العوده اللائحه الاسترشاديه يعني مجلس اداره جديد لنادي الزمالك. قصه بقى وندخل بقى في مجلس ورا مجلس ورا مجلس ورا مجلس وهكذا وهكذا او هكذا كذا هيحصل. خلاص نيجي بقى للاخبار نادي الزمالك. اولا انا قلت لكم في اللايف بتاع الساعه 4 او الساعه 5 النهارده يعني انه الزمالك بيحاول مع وزير الشباب والرياضه عشان موضوع الايه، موضوع التامينات وحجز التامينات على ارصده نادي الزمالك في البنوك بسبب المتاخرات وان هم ما دفعوش. حلو قوي الكلام ده. قلت لكم انه الحكايه دي حصلت بالظبط سنه 2018 مارس 2018، اما حصل النيابه برضو عملت تحويل مخالفات وتحقيق في المخالفات العامه وقررت انه يعطل مجلس اداره الزمالك وحاجات زي كده برضو. وبعد ما اكتشفوا ان في 151 مليون ليكويد كاش موجود جوه النادي خدوهم في عربيات وراحوا بيهم البنوك، فمحط في البنوك تاني يوم اكتشفوا انه في حجز على النادي، مش حجز ممدوح عباس، حجز التامينات. وعمل الوزير الشباب والرياضه وقتها المهندس خالد عبد العزيز قدم طلب لرئيس مجلس الوزراء لانه عشان التقسيط والفلوس كلها ما تتاخدش و و و يبقى في فلوس في النادي. خد موافقه من مجلس الوزراء وقتها تقريبا كان صلاح محلب حسب ذاكرتي يعني، تمام، وتم الموافقه على الموضوع ده. هو تقريبا اللي هيستخدمه وزير الشباب والرياضه الحالي اشرف صبحي. عشان كده الزمالكاويه النهارده واداره بقت مرتاحه لانه في اتجاه ان هو يحصل نفس الحكايه وانه يتم جدوله الديون اللي اصلا مجدوله يعني قصه طويله جدا مع محاوله لتسويه ديون الايه نادي الزمالك في التامينات. ربنا يسهل يعني ويساعد. طبعا اضاعه الفرص في مباراه الزمالك الاخيره هي الحادث والحديث الكل بيتكلم عنها، مساعدين باتشيكو جمهور الزمالك الاداره كل بيبحث عن حل لهذه الازمه. وانا حل واحد ملوش تاني، ندربهم على على الاوضاع التهديفيه المتوقع حدوثها مره واثنين وثلاثه. 50% من اضاعه الفرص تعود الى الجمل التدريبيه هي اللي تشتغل عليها، 50% تانية تعود لتوفيق وحسن حظ اللعب. مع الاقل المدرب يقدر يخلي ال 50% بتوع الحظ هم اللي موجودين او التوفيق يبقى ده شيء رائع ويحسب ليه المدير الفني. لازم باتشيكو يتكلم في الحكايه دي ويشتغل عليها. عشان كده ده الحادث والحديث جوه نادي الزمالك عن موضوع اضاعه الفرص. اضاعه الفرص دي ادت الى انه مدحت عبد الهادي كابتن مدحت عبد الهادي ومعاه اليكس كوستا مساعده باتشيكو يتكلموا معاه زي ما قلت لكم الفيديو اللي قبل ده عن فكره ان الكابتن عبد الحليم والكابتن اشرف باسم عاوزين يقعدوا مع باتشيكو عشان يعرفوا ليه ما بيلعبش اسامه فيصل وحسام اشرف. المره دي بقى الكابتن
مدحت واليكس طلبوا من باتشيكو انه يشرك اسامه فيصل، وانه ممكن يكون مهم في الفتره الجايه، وانه لازم ياخد وقت، وانه كل الفرص اللي خدها اثبت كفاءه فيها. تمام. تاني كابتن مدحت واليكس كوستا مساعده كابتن باتشيكو طلبوا منه بشكل مباشر اشراك اسامه فيصل في المباريات. هنشوف هيسمع الكلام ده ولا لا. تمام. هم بينصحوه، بيقولوا له ان اسامه فيصل كويس ويؤدي المطلوب منه ومجتهد والزمالك محتاج راس حربه في الاداء ده والحرص ده، هو شاب صغير عنده حماسه وعنده رغبه ويشبه يعني كلمه جعان كوره زي ما بيقول زي ما بيقولوا، فبالتالي هيدي ويقوي قوي في الموضوع عشان يقدر يثبت كفاءه ويبقى متواجد في وسط هذه الكوكبه من نجوم نادي الزمالك، وده حق مشروع لاسامه فيصل. وان انا لسه بقول ان ما زال الموضوع يبدو بالنسبه لي ان باتشيكو مش مقتنع قوي لاسامه فيصل لاسباب ممكن توضح، ومع ذلك لما يبقى الاثنين مساعدين بتوعه بياكدوا وبينصحوه بيه، فبالتالي ممكن تكون وجهه النظر اللي انا قلتها ان الراجل ما بداش معاه الموسم وكان مع المنتخب الاولمبي ده واصابه كورونا والحاجات دي ابعدته عن تفكير مدير فني، واي مدير فني اجنبي بيلعب بالورق اللي في ايده وما بيقعدش يدور على الحاجات التانيه. ولان الراجل ده راجل عملي، باتشيكو راجل عملي براجماتي، مين الورق اللي في ايده؟ هو مروان حمدي. وانا قلت لكم ان لازم الكل يدعم مروان حمدي، تقريبا اللي سمعني باتشيكو. باتشيكو حصل مع مروان حوار بعد المباراة مع مروان حمدي، وقال له انه اداؤه كان مميز وانه ما اخطأش وانه نفذ التعليمات، وانا عارف اللي هو باتشيكو يعني انه فرق الاداء بتاعك ده سوى انك انت لسه ما انسجمتش انسجام كامل مع اللعيبة ومع الفريق، خصوصا انك بقالك 15 يوم بس منضم للفريق، وبالتالي قدام مع الوقت هيكون التجانس بينك وبين زملاتك بقى امر واقع، وبالتالي هتؤدي المطلوب منك. وفي حاجه مهمه بقى قالها الراجل للخواجه البرتغالي قالها لمروان حمدي. طبعا كنت سمعته انه مروان كان مش الاختيار الاول، انه مروان مش عارف ايه الحاجات دي. راجل قال له انت من ضمن المجموعه اللي انا كنت مختارها ومقتنع بأدائك جدا وشايفك هتكون مهم خلال الفترة الجاية، وإن لازم تبقى عندك حالة من التركيز وتبعد الكلام والضغوط اللي بتحصل على السوشيال أو هتحصل على السوشيال، لأنه أكيد قبل بعد الماتش وشرطة ما سمعش يعني الهجوم الضاري اللي قام بيه جمهور نادي الزمالك ضد مروان حمدي، فبيقول له حاول تخرج نفسك وتبعد نفسك عن موضوع الجماهير وكلامهم، لانه مهما كان الجماهير مشاعرها هي اللي بتحكم فيها، وبالتالي ممكن تغلط زي ما ممكن تفرح بيك بعد الماتش اللي جاي لو جبت اهداف و و و، وبالتالي حاول تبعد خالص عن الاجواء المشتعله او المشتعله دي على السوشيال ميديا سواء معاك او ضدك، وان انت يبقى تركيزك في الملعب. والله انا بتمنى من مروان حمدي ان صح هذا الحوار ان شاء الله يكون صحيح، يعني اداني الخبر ما بيضحكش عليا، يبقى الراجل ده يقدر يكون معلم ويقدر يوجه صح نفسيا بيتعامل صح، عارف انه الراجل ده بعد 45 دقيقه وخروجه في مباراه مهمه زي المولوديه وفي الشوط الاول بين الشوطين وبعض الجماهير هتقعد تقول ده مش قد التيشيرت مش عارف ايه، فالراجل يجي بعديها مباشره بعد مباشره يتكلم معاه ويشجعه ويدعمه، ده دليل ان الراجل فاهم ومش عاوز يخسر اللاعب الوحيد الحيله مع اسامه فيصل اللي هو خسرانه لاسباب ما نعرفهاش في قلب هجوم. بعد عمر السعيد ما مشي ما اعرفش فين راح دلوقتي، الجونه مش عارف ظهر ولا ما ظهرش، وكريم بامبو لا كريم بامبو ايه، وحميد احداد زي ما انتم شايفين يعني لاسباب نفسيه الله اعلم برضو مش حدش عارف الحكايه، واخده مهاجمين نادي الزمالك لفين، لكن اضاعه الفرص هي الحادث الحديث اللي بيتكلم عليه الكل داخل نادي الزمالك، ويتكلم ايضا الكل في يطلق عليه يا ربي
الأهداف اللي في الزمالك بتقول إنه الهدف الأساسي عند الزمالك بطولة أفريقيا ومن ثم الدوري. عشان توصل للهدف بتاع نادي الزمالك اللي هو بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا محتاج تجيب أهداف. إزاي تجيب أهداف وأنت عندك عقم تهديفي؟ عشان كده ده أهم حدث يتحدث عنه الجميع داخل نادي الزمالك. وأشوفكم بكرة إن شاء الله ونتواصل على خير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وذلك بلا أدنى شك، فضلا منكم وليس أمرا مني. أشوفكم دايما على خير.